عبر شاشة الجديد. جينا اليوم ناخذ اغراضنا لضيفنا احمد عبلة. شو طالب؟ شو طالب؟ فاصوليا بالزيت. ياي هاي شو طيبة، انا كثير بحبها. بنعرف انه انا بحبها لاكل معك على الافطار. جربت الفاصوليا بالزيت مطبوخة غير شكل، بس هون متقل لي اياها كبة ارنبية. ياي 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 كبة ارنبية، كل الكبة، بس ان شاء الله يكون يعرف يقرص، مش يتركني وحدي بالساحة واهلك واهلك انا وقرص واعمل هيك واعمل هيك. شو بده بعد؟ أشطالية بالجوز والموز. إيه شو هالأشطالية؟ لك تكرم عيونك خي أحمد، وتكرم يا عبلة، تكرم أحمد عبلة، أحمد عبلة تكرم عيونك. طالب مني فاصوليا بالزيت، تكرم. بده بصل، بده بقدونس، بده يي كزبرة، مش بقدونس، بصل كزبرة، بده بندورة ورب البندورة. يي 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 شو بده إشي؟ شو بده إشي؟ تكرم عيونك. بده توم، كلبة عنبية، بدنا عصاير، أنواع من الليمون، أنواع عديدة من الليمون، يحبلش أنواع عديدة من الليمون للكبة العنبية. تكرم عيونك لفاصوليا بالزيت، بزيلك مزوي. توم جديد، توم جديد بقالوا نازل امبارح، عطفون لايك 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 امبارح عطفون. تحب التوم هي؟ اعطلك حبتين من توم جديد، هذا بيغذي اكثر، خليك هيك ابضاي. تجي على الكزبرة، يعطيك العافية. كيفكن يا عتنا؟ عطونا عم نعذبكن. ضيفنا طالب كبة ارنبية، بديك لحمة ناعمة حوالي 300 جرام، وبدي لحمة قطعة راس عصفور 500 جرام. ولعت أحمد يا أحمد، بدنا نعمل لك الأشطالية بالموز والجوز. تكرم عيونك، بدنا حليب لإلها، بدنا حليب حليب، وبدنا جوز، وبدنا موز. بس الجوز هون، الموز هوني، برغل ضايع اللبناني، هيدا البرغل الضيعة اللبنانية. وهلا بدنا حمص، وهيدي الضيعة اللبنانية. هيك لك دغري عم يخدموا، عم ينفقوا عم ينفقوا. لك مش غير بعد اثنين مظاهر منيح طلع لي وحدة، لأنه هيدي مظاهر كثير منيح. وهلا نيجي بعد بدنا الموز وخلص، بدنا مسكي مسكي مسكي. خليكم انتم هون، أنا بجي، بس تعرف وينها، صرت أعرف وينها، صرت أعرف وين المسكي. يلا وهيدي مسكي، وهيدي المسكي، وهيك بنكون طمننا بيننا. الحلو عنا بعده ناقصه الموز بس. ولا تشد معي، بدنا نشد دورة. لك وينو عم ننسى يا عم، عم ننسى، بس اللي قلنا عبلة وعمتن نسينا دخنا. هلا على الموز، أنا أجيب الموز، ويكونوا خلصوا غراضنا، يكونوا غراضنا خلصوا للكبة الأرنبية والأشطالية وفاصوليا بالزيت. وأطيب شيء بدنا نطعميك يا ضيفنا، ولو من عائلة عبلة أنت. هاو موزاتنا أخذناهم لأكلتنا بالحلو مع الموز الأشطالية. والله رايحين ندفع الصندوق ونطلع على مطبخنا. تفضل عبلة يا عبلة، من هيك سمو عبلة وعنطر. أنت عنطر وعائلتك العبلة. بدها كبة أرنبية، اللي بتكرم عيونك أحلى كبة أرنبية عملك إياها. بنحييكم عبر شاشة الجديد، ورح أكون معكم يومياً طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 12 للساعة 1:30. نتلقى اتصالاتكم المباشرة ومع أحلى الممثلين والفنانين وأحمد عبلة. أهلا وسهلا. وينه وينه؟ بسألك سؤال بس، what do you do for a living؟ هو أنا بطبخ ماوس، أشتريه بالماوس. نيح أنا هاي أشتريه شغلتي بس أطبخ ماوس. ما حدا جاوبنا عليها. أنا بجاوبك عليها. أنا شيف أنطوان، أشتريه بالماوس. ناطرين اتصالاتكم جايز، أوكي؟ جايز أشتريه. بدنا نعمل أشتريه بالماوس. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أهلا فيك، بدي أسألك أنا سؤال. أول شيء حط لي إياه هونيك، بدك تشتغل معي. أكيد أنا مش هيك اللي بدك كبة أرنبية. أنا بس جاهز. لك لك في أنواع العصاير، لك قلت أول... لك إياها على الطريقة البيروتية. واو بس واو حطينا واو. فيها شوية حمص، لأنه المطاعم بحطوا حمص. لك خمس أنواع عصاير. الله الله. شو بدك بعد أحسن من هيك؟ شكلك حتفطرني هلا. لا
نفطر سوا، نفطر سوا. عزم قلت لي عزم صح. ثلاث اشخاص صح. صح. وانت الرابع وانا الخامس، مية مية. نحن عم نتبرى خمس اشخاص اوكي على الافطار. لكن بس بدي اسالك شو مريحه لي هلا بس هلا انا هلا اشتهيت، بس بدي اسال سؤال انت قبل ما تبلش الحلقه اذا في مجال تجاوبني عليه. يلا. اللي هو انا دائما بساله لكل العالم، كم تقدر ثروتك؟ مش مهم شو بتقدر ثروتي، كل شيء اشتغلنا على 50 سنه اخذهم رياض سلامه واصحاب البنوك اخذوهم. قد ايه كانوا تقريبا؟ شو بدك فيهم؟ لو كانوا دولار، لو كانوا مليونين، لو كانوا خمسه، اخذهم رياض سلامه واصحاب المصارف. هو لازم شايف لو في حاكم مزبوط بحبسهم كلهم. ممنوع يجوا يجيبوا المصاري من برا، كلهم هربوا ورا برا. للاسف للاسف. يلا شو بنعمل؟ عندنا شوية بصل وهيك منيح. ضل في بصل، اشتغل بالبصل. ضل في بصل بس. منيح ما اخذوا لنا اياه للبصل. أول شيء دائما بنبلش بكل شيء بده وقت على النار. واللحمة لو جي بطارية أنا رح أمسك البس هذا. هذا المنظر. أقول لك قديش قديش مقدر ثروته هذا؟ 500 ليرة تقريبا. بس؟ هيك بس. يلا. بننزل اللحمة. حط لي مي لها. يلا مش هي مي بس هاي اوكي بس امسكه من هون. هذا ضعيف، هذا مش قوي كثير. يلا نزل نزل غمره لفوق. لا ما بك شيء، مش هالحيل. خلص خلص. طب يلا مش هالحيل، شويه مي زياده ما بيأثر. هلا بيتبخروا. هلا بنولع على النار. شفت نارنا قويه لنلحق. وبناخذ اتصال. قول الو. الو 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 الو. بونجور. بونجور. كيفك؟ كيفك شاب انطوان؟ معك احمد بيروت بليونير. نعم معك احمد بيروت بليونير. خليكي معي حولك مع شيف انطوان. اوكي شيف انطوان عندك اتصال. يلا الو الو. بونجور شيف انطوان، كيفك عيوني؟ كيفك؟ ينعاد عليك. وعليكم بالصحه. احلى شيف بالبلد. تسلمي كلك. زو ليك شيف انطوان، بدي اسالك. من يومين عملت السحله مدري المهلبيه بالقرع. نعم. بس عندي قرعه حمراء مو المعروف، بدي تقلي كيف بدي اعملها يعني. يلا. ما انتبهت لل ولو تكرم عيوني. ميرسي. سلقت القرعة. نعم. ايه وبعدين؟ بس مش كلها. حطيت شي حليب؟ اكيد لتر حليب. نعم. بتحطي معها 300 جرام قرع مسلوق. الو. قرع مسلوق، لقطين مسلوق، تسلقيهم لوحدهم بالاول بشوية ماي بس يستووا، بدهم 12 دقيقة هنو مقطعين، تطحنيهم بهاي مطحنة او على اليدوي. بعدين بتضيفين فوق الحليبات، تحطي معهم 300 جرام سكر، ديري تصير تحركيهم على النار، شوية مسكي، شوية نظار، شوية موارد، وبتسكبيهم بالجاط بس يغلو. ونكون ضايفين عليهم 6 ملاعق كبار من النشا الذرة. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. وبس يخلصوا دقيلة لاجي دوقهم بس. يلا. تكرمي مدام. طيب ميرسي كتير شيف انطوان. تكرمي عيوني، تكرمي، اهلا وسهلا فيك. احمل لي هاي لهونيك لحد مكانة الماجي ميكس. يلا. مول معروف. مفروض هون. مفروض. بدنا نعمل الكبه هلا. بلش الجد. هلا بلش الجد. بنشيل البقدونس كمان للمنظر هذا. كمان 500 ليرة. صاروا. يلا. حط لي هالبصلة هون مول معروف. نزلها. برافو شطور انت. طب الجلي دغري عالجلي على السريع. قول عنا سبارتن مأمن هلا بتجليهم. اكيد اكيد. في اوديكس وسيرجكس كله متأمن. يلا نزل لي اللحمة عليها بالملعقة. نزلها شوي شوي مول معروف. بناخد معنا بهار اسود حلو، قرفة ناعمة، ملح، لحد ما كانت الماجي ميكس. نيالة رح تتزوجني يا شيف انطوان. نيالة يلا يلا. هلا عم نساوي الكبه. يلا هلا هي عم بيشاهدوا هنا للكبه. نضرب اللحمه مزبوط مع البصل لتنعم. بصيروا يقولوا لي انه عم تفسخ معهم، اوقات بيشلوها من الفريزر تفرط معهم. شو السبب؟ سبب ما بتكون مدعوكه. هذا الدعك هلا هو اللي بيخليها قويه. نجيب ملعقتين، ملعقه للملح. هي الدعك. ايوه كانه ايده عم تحركها. لا هي يلا
يلا ماشي يلا يلا اسرع 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 بس نجمك السريعة. يلا بنحط ملح هقدا، بنحط بهار اسود حلو مش حر. مش هخبركم الريحة اللي شممها. القرفة الناعمة وبنرجع حط البرغل ناعم. هذا البرغل اللي جبته من ابي صح؟ نصبر يلا بترجع اسرع 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 اسرع. شيل هيدي من فوق شو عاملين لما جميل. ايوه شيل هاي من هون بتصير تبرم دغري. هلا نتفه صغيره بنحط مي. مي المي بدها تكون متلجه مسقعه. هاي حاططها بالبراد انا كنت من امبارح عرفتك جاي وطالب كب الارنبيه حطينا المي من امبارح. اهم شيء تكون المي مسقعه. ايه نحط شوية ماي نريحها شوي وبناخذ اتصال. الو قدم معي احمد. بونجور كيفك مدام؟ الو ايه بونجور عيوني عالجديد. بونجور كيف حالك؟ عليك ميرسي وعليكي بالصحه والعافيه. تسلم. بيت بدي نعم طريقه الكيك بالجوز عملتها امبارح امبارح. ايه تكرم عيونك امبارح بعدنا عاملين كيك بالتمر والجوز. معك حق. اوكي يلا تكرم عيوني. تكرمي 5 بيضات 300 جرام سكر جوز 150 جرام كاجو 150 جرام لوز 150 جرام ملعقتين ونص بيكنج باودر زيت نص كباية فانيليا شوي صغيرة برش بردقان برش حامض واخر شيء بنضيف عليهم 3 ارباع الكوب من عصير البردقان تمر 200 جرام كمان جبنا تمر هو مطحون وجبنا تمر حبوب شلنا منها العجوة فرمناها وهوديك فرمتهم حطيت من الطحين زيته من نفس العيار شوي صغيرة طحين معهم خلطته مشان ما يزحطوا وطحين عنا 3 كبايات بتضيفيهم فوقهم بتجيبي صينية بتلبسيها ورق أو بتدهنيها زيت مع نتفة طحين نزلي المزيج عليها فوتيها على درجة حرارة فرن 180 بدو بالفرن حوالي 45 دقيقة. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. مشي معك. شاف كيف حافظ كل هالقصص يا اخي؟ شو هيك ليش بيقولوا الشيف انطوان؟ عن جد شيف مخيف عن جد حبيب القلب. يا سقط لي شوية ماي. شوف الماي شوي شوي بس شوي. لا كيف عم تاخذ بعضها برافو. بعد خلص هلا بنريحها. بنريحها قد ايه بنريحها تقريبا وقت؟ 10 دقائق. بنريحها 10 دقائق هلا لكان يلا هيدا عجبني. هاوري خلص. شايف انا كثير بحب دغري حط بالمجلى. حط بالمجلى عرفت كرمال بدنا نجلي. وهي كمان يلا عجلي. يلا تعال هون هلا هون اول شيء قلب ويغلو بيطلع زفره. بدنا نشيل الزفره بهالوقت بدنا نطبخ الفاصوليا. الزفرة كيف بتشيلها؟ هلا بس يوصل دورة بقول لك. اوكي. هون بنحط زيت زيتون للفاصوليا. شفت شو الزيتات الحلوين؟ واو. بنحط معهم بصل ناعم. يلا حرك لنا يا هنا مول معروف. يلا حرك برافو. وبناخذ اتصال. الو وي بونجور. بونجورين يا اهلا وسهلا. بدي انا هلا كنت عم تابعك على التي في. نعم. ايه وكنت بدي اجرب حظي لمرة
دق على شيء وحدا يرد علي. اليوم اجى حظي. اليوم اجى حظك حلو مع الشيف انطوان واحمد عبله يلي غير شكل. What do you do for living؟ شو بتعملي لتعيشي؟ شو؟ شو بتعملي لتعيشي؟ What do you do for living؟ انا صبي مسيو. اه اوكي، What do you do for living؟ شو بتعمل لتعيش؟ بطبخ بختارية. برافو برافو برافو. يلا بدي اجيبك معي شو حلقة. شو اسم الكريم؟ نعم. اسمك شو حبيبي؟ اسمك شو؟ نعم مش عم بسمع. اسمك شو حبيبي؟ اسمي جوليان. جوليان، حلو اسم جوليان. يلا في شو أكلة معينة بدك تعرفها جوليان؟ بقول أكلة معينة. بدك شو أكلة معينة نعلمك إياها لتصير الماما تطبخ لك إياها أو أنت تطبخها؟ إيه. شو هي؟ الرز على الدجاج. رز على الدجاج، طيب الرز على الدجاج. تكرم عيونك حبيبي. جيب الفخاد والسفاين قد ما بدك، يكونوا مغسلين محطوطين بمصفاية، بعدين بتحط شوية زيت على النار بس يحمل الطحين للدجاج وقليهم. حطهم بطنجرة، بتشيل زفرتهم بيطلع شوية زفرة مش كتير، حط معهم رواد عطرية، قطعة بصل، جزر، كرات، كرفس، ورق غار، عود قرفة، كبشة رنفل أو ضوء بقدونس أو أي شيء منه، المهم أربع أشياء. ترجع، ما تخاف ماني جاي لعندك بشيء. خفت بدي اعمل شيء؟ لا، اشيل الزفره. ايوه. ايه، بهالوقت تتركهم متغطي، حط ملح وغطيهم وتركهم حوالي 35 40 دقيقه. بتحط رز عن بوعي ثاني، بتحط بصل على النار، بتحركه مع قطعه زبده، بس تصير لونه اشقر حط لحمه مفرومه خشن 300 جرام، بتضيف فوق منهم رز 300 كمان بيكونوا منوعين حبه طويله، حركهم شوية ملح، شوية بهار اسود حلو، شوية قرفة ناعمة، ومية الدجاج بتضيف عليهم. تطبخ الرز حوالي 25 دقيقة على النار، بعدين بس يخلص بتسكب الرز بطبق، تحط فوق منه قطع الدجاج. شايف هاي الزفرة مشيلها هيك بدها تطلع. اللحمة الحمراء بيطلع لها. المهم ترجع بتقلي شوية لوز أو كاجو أو صنوبر، شو ما بدك، بتحطهم فوق منهم وبتقدمها وبنقول لك صحتين. وبكره انا واحمد عبله بنبقى نروح لعندك نجي ندوقها على بيتك وندوقها، نطبخ لنا اياها. صحتين. تكرم حبيبي، اهلا وسهلا فيك. بلاش تطلع المي تاعت البصل. ايه، وبناخذ اتصال جديد. قول الو. الو الو، بونجور. اهلا بونجور، ينعاد عليكم. وعليك ان شاء الله. شو هالمهضوم الاحمد الشيف انطوان؟ شو هالضيوف المهضومين اللي عم تجيبهم؟ تسلمي كلك ذوق. حلو واناقه وجمال وصمله. ثانك يو ثانك يو، شكرا على كلامك الاحلى. وأنا واحلى. انا بقول بس للمستمعين كلهم اللي عم بيسمعوا، الشيف انطوان بنحبه كثير، بس كمان في سافوار فيف بالحياه، لما عم تلفنه عمله معروف كمان، حيوا الضيف اللي حده. يعني حبيبه قلبي على الشاشه. تسلمي تسلمي، معك بقى. بقول انه يحيوا الضيف كمان، ما بيصير لهم شيء، يعني لحين يسالوا عن الاكل. وانا بقول لك بس تعرف شو بدي منك شيف انطوان، شغله هينه كثير، الرز والتبوله. التبوله مش مين ما كان بيعملها طيبه، فبيقولوا تبوله هينه. انا دقتها كثير محلات مش طيبه بتاكل. مزبوط. والرز بدك اياه ما يخبص، مش هيك؟ راح الرز بدي كيما يخبص. وثانك يو على كلامك اللي كثير حلو. حلو فعلا. عم جد. بون تورني. ميرسي، تكرمي عيوني. يا. هلا انا اوف، اللحمة صارت نظيفة. ايه؟ قصة. طلعت زفرة منها كلها. كلها. يا حلو سكاف واحد. لحط قسم من المواد العطرية فوقها، وقسم الثاني وقت بدي اسلق الكبة. مشان كمان ما يطلع الكبة ولا جنس الزنخة. كبة مسلقة. قالب تطلع طيبة مسلقة. حط عود قرفة واحد، ورقتين غار، كبشة قرنفل، وبهار حب نتف، ومن هول المواد العطرية. قطعة بصل لنوّس النار، جزر، كرافس، كرات، وهم كمان ورق غار، وهو بخليهم للكبة. هلا بنغطيها لتستوي اللحمة، ما حطينا على ملح بس،
انا خمنت ناطرك هتقلي ما قلت لي انه بده ملح. انا ما قلت لك ما تكتر لي ملح لانه في معنا حدا معه ضغط. حدا معه ضغط. يلا هذا بيجي هيك بوف. يلا هون البصل عندك صار منيح؟ البصل خلص. يلا ضف لي التومات عليهم أم المعروف. هول التومات جداد جديد بعدهم بعدهم حافظها حافظها طازة طازة. نزلهم كلهم بالملعقة. يلا حركهم شوي. يلا دقيقة بس خليني أحط هذه بالمجلى عشان ما نكركب. يلا يلا أوديكس موجود هلا أنا. يلا حط الفلافل الخضرة هوبا الحمراء الكزبرة الخضراء كله ورا بعضه. صلصة البندورة شوف شو هيني هالفاصوليا حر شوي صغيرة. إذا ما لقينا فلافل حرة ولا عنده فلافل حرة ساعتها ما بيستعمل لا سائل الحر ولا برجة الحر. حركن يلا منتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا أنا وأحلى أحمد عبلة وعنتر عنتر. منتابع حلقتنا عبر الجديد وهون هلك شنجرة حلقتنا لو عم بعمل فتة هلكتا ما تعرف الفتة أكيد ما هي فتت أكتر هاي راح ضل في خضرة يا حرام. هدي يا خي هدي حط الفاصوليا فوق بس ذكرهم شو حطينا ذكرهم فلافل خضرة فلافل حمرة بصل توم وزيت زيتون زيت زيتون وكزبرة خضرة وكزبرة خضرة يلا هلا حطينا ملح ما تنسوا الملح وشوية حر وشوية حر إذا في حال ما كان عندكم حر. صلصة حرة يعني كيف شاطر هالقدن كيف شاطر تلاميذك نزل الفاصوليا نزل نزل برافو برافو شو هالشاطر هي. يلا حط فوق منها نشفة ماي قليل حركنا شو الله انا لهيدي العيشه خانم اطيب اطيب فاصوليا عندي بتعرف والله هلا شوف شو طيبه هاي يعني. هلا بدنا نتفي صغيره بهار ابيض وبعد ما حطينا على ملح هلا بنحط ملح بلا حطينا ملح شو حطيت ملح اكيد هيك هيك اكيد اكيد بيناتنا اكيد طيب يلا هي البهار الابيض كثير بيعطيها طعمه طيبه طعمي وريحه شاف خلص اعطاها ريحه طيبه كمان خلص سكرها خلص يلا وهيدي هون وهي الملعقه حتيك هيدي حطها روق روق رجع لهون انا بعطيك واحدة حط عليها وبناخذ اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام يا اهلا وسهلا فيكي كيفك شاف منيح كتر خير الله مين معي صالح زهرة اهلا وسهلا فيك هي صالح شيف بطول بس سؤال اعطينا عجينة بيتزا طيبة مثلك يا شيف تكرم بتحبوا الأحمد بتعرفوا الأحمد عبلا أكيد فولو أنت معه فولو What do you do for living عمل لي فولو يا صالح أكيد حبيبي يا صالح وليش لقلي مش عمل لي أنا زعلت لا لا أنا عمل لك تكرم إيه يلا هلا هولي بنزيحهم على نار خفيفة بدنا نعمل عجينة بيتزا لصالح تقول له شو ال يلا لأنه عملنا فولو قال له كيلو طحين كيلو طحين 250 جرام زبدة أو زيت 250 جرام زبدة أو زيت يفركن منيح منيح مع الطحين يفركن كثير منيح مع الطحين حط معه ملعقتين ونص خميرة بتحط معه ملعقتين ونص خميرة ملعقة ونص ملح معلقة ونص ملح ملعقة سكر وحدة معلقة سكر وحدة تبع الأكل تاعت الأكل معلقة الأكل جاي أحط لهم مي وأعجنهم ترجع بتحط لهم مي وبتعجنهم بس تصير عجينة ميلسة ومنيحة غطيها وتركها ساعة ترتاح تركها ساعة ترتاح مدها للبيتزا من العجينة بتمد العجينة بتحطها على صينية بتقطعها مثل ما أنت بدك الشكل اللي بدك إياه بتحطها بتقطعها مثل ما أنت كيف ما بدك حط عليها شوية صوص وفوتها نص خبزة على الفرن تحط عليها شوية صوص ونص خبزة على الفرن بعدين طلعها حط الحشوة اللي بدك إياها مع الجبنة وارجع فوتها على الفرن وبنقول لك ألف صحتين وآخر شي بتاكلها عبر الجديد آخر شي ألف صحتين عبر الجديد يا هلا شو بدنا نعمل شيف؟ هلا بدنا يلا جيب لي هالعصاير كل هالعصاير لك شو في عصاير يا رب يلا بلشنا نشتغل بالأرنبية يلا تبولة
طب بولي ولا ارنبيه؟ لا انا بنعمل هون الطحينه مزبوط بس ما في مره طلبت تبولي طلبت الرز مزبوط ايه ما نسيناها مزبوط مزبوط ما نسيناها والله ذاكرتك قويه كان في مي هون هاي المي بعملنا شريط عصير الحامض ما خليت نوع بردقين وصلت على صيدا رحت على سور تحديت القصف خليت سلوليري مخبى مشان ما يجينا على هذا الشيء قصف لا يا شفا يعني انت شو بدي اقول لك يعني يلا نزل لي هالطحينه هون الاول هيك نزلها يلا نزلها نزل نزل كلها هي الملح بعد 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 بدنا نعمل هيك مش هنخلي ولا شيء طحينه نرجع بنحط شوية مي عشان يبطل في طحينة بالكاسة أبدا ونحن أساسا لازم نكسرها بالأول بشوية مي لأنه ما بيسوى دغري نحط أي حوامض على الطحينة قبل ما نكسرها بالمي أيوة. وهي المي هيك بدي أحطها تحت بنحطها هون من شقشقة مثل ما بيقولوا ما بيضل فيها شيء أبدا للطحينة ومننزلها حرك كمان معروف هلا شوي شوي عالناعم تبولي اول شيء لنفترض ثلاث بقات بقدونس حجمه مقبول بدك لهم 600 جرام بندوره بصله وحده حجم وسط بدك عصير حامض فنجان قهوه وملعقتين زيت زيتون فنجان قهوه وملعقتين وملح وبهار اسود حلو وفيك تحطي شوي نعناع اخضر معهم اهم شيء شدت بل شدت هلا بنكسرها هيدا كريب فروت شوي أيوة. شوي حرك بنكسرها اول شيء بنفرك البصله بالملح والبهار الاسود الحلو في ناس بحطوا لها قرفه في ناس بحطوا لها كمون ابدا ما بدها لا قرفه ولا كمون ملح وبهار اسود بنفركها منيح فيها بنحطها بالجاط بنفرم البقدونس ناعم يفضل يكون منقل البقدونس ومغسل يا اخي شو بك بلشت تقتل حلقه جوا حرك يلا حرك لا يهمك البقدونس لازم يكون مغسل نقع مغسل قبل الفرم هي اصولا هلا بيضطر الواحد بيضطر بس علميا هيك بيكون ليضل الغذاء موجود بالبقدونس نرجع تنفرم البندوره بنحطها بنخلي شوي للزينه بنفرم النعنع بنحطه معهم بنضيف زيت الزيتون عصير الحامض الملح نص ملعقة صغيرة بيروح معها تنسكب بجاط تتزين بشوية بندورة بنحط ورق خس أو ملفوف ومنقلكم ألف صحتين كمان شوي من هون هيدا أفندي شوي أيوة. من هون في أفندي هلا ليه؟ إيه في في نقدر ما عمل لك عصور وصل عصور يعني لو ما كانش امبارح صاير مشكلة بالأمرج عيون حرام وعلى يرحم الضحايا كنت كمان وصلت أمرج عيون في شيء لي عصاير بعد ما جبته لا خلص لا كل عصاير كل عصاير هلا أصولا هني حرجع ذكر للناس أصولا بكل المطاعم والأوتيلات بيعملوها فقط من البوسفاير هي البوسفاير ومن الحامض بس بس وهلا إذا ما لقوا بوسفاير وكانت الأكلة غير موسمة بالبوسفاير شو بيعملوا؟ بحطوا معها ملعقة صغيرة ما زهر أيوة. تعطي طعمة البصفير هي البصفير يلا واي أفندي وخلص حركة هلا بنجيب طنجرة بنحط فيها شقفة زبدة ومنحط فيها البصل خلص خلص تركوا خلص خلص هلا بنشوفها بنرجع بنحطهم هلا بننزل شقفة زبدة وحدة مو المعروف برافو هي البصل جوانح فوقهم نزلهم منيح يلا وهي احط لك اياها تبقى للملعقة استعمل فيها حرك نستعمل هيدي ولا ما فينا يلا فيك هيك وفيك هذيك الفاصوليا اوكي ما فينا تبع الفاصوليا نستعملها لغير شيء منحرك بهالوقت بدنا نبلش بالرز كمان بنحط على طنجره هون عجقت ايه عجقت وبلاش تضيع
ما تضيع ما تضيع، خليك مسيطر على الموقف. ولا اكيد اكيد، بس عن جد يعني يلي بيطبخوا بالبيت الله يعينك يا امي يعني. اه هلا عرفت قيمتها. لا انا عارف قيمتها من زمان. بعت لها تحيه، بعت لها تحيه عن جد. هيدا ماما. ايه يلا شافي بابا هونيك عشان ما يغار. ايه شاف لا مش نفس المعلقه اكيد، شاف مش نفس المعلقه. برافو، هيدا الرز انا بشيلهم هلا هونيك، بنصفيه انا مغسله. شوفوا قد ايه بروفيشنال. نعم بالإتان بالإتان إتان. شاف شو شو هالقصة الحلوة هاي؟ جقل عامل عندي حلاق مخيف يا شاف. اه مخيف. بعدين عامل قصة كرمالك اليوم بس. بس هاي كرمالي بس كرمالك. يي 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 شو حلو. يلا ننزل الرز. هلا حيخبص الرز معي إذا أنا مسكته ولا لا؟ مش رح يخبص، بدي أعلمك يا سير شاف. يلا حرك. بحرك الرز؟ أكيد. شو بتحرك لي لإلي؟ ومنقول ألو. الو الو بونجور. بونجوريني، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ كتر خير الله. مين معنا؟ معك عمر، عم بحكيك من بيروت. يا اهلا وسهلا فيك يا عمر. ميرسي كثير على هالطبخات الطيبة. تسلم. وان شاء الله الله يقويك، وصراحة نحن بننبسط بس نشوفك بعدك بصحتك وعم تشتغل. تسلم، كلك ذوق حبيب القلب، شكرا لمحبتك. ميرسي ميرسي لك. شو خبرنا كيف رضاك على احمد؟ منضيف كيف رضاك احمد؟ ايه احمد ماشي حلو مقلع. لا منيح والله. ايه منيح. عمر حسيتك بيلة. لا منيح احمد انا مبسوط منه عم يشتغل. عمر بده يدو فور ليفينج. يا عمر انت عطلان همه. انا ولا شيء بشتغل معك. بس فيت معك بالجروب. لا عم بمزح، حبيت بس سلم عليكم. تسلم كلك ذوق، مشكور محبتك والتليفون الحلو. ميرسي. وعندي طلب صغير، في مجال احمد يقلنا وحده؟ يلا اكيد. يلا شو بده؟ بده منك شيء. ايه قل لي. سمعني وحده اول طبخه. اه اول طبخه مع شيف انطوان. حبيب القلب حبيب القلب. هون عم نحط من ميه اللحم، عم نطبخ الرز وفيها مواد عطريه، يعني مش المي من كبة ومنعملها بالمي، مية اللحمة. هون عم نقلب البصل بضل فيها. ايه وبضل فيها شوي من المي لتكمل نضج اللحمة. منرجع هون هيدي خلاص. ايه يلا حركها هون. سين الرزات. لا انا طفيت النار تخافش. مش ما ينتزعوا. وهي منرجع منرجعها هون كمل نضجة على نار خفيفة. هلا هون البصل بنضل نحركه، مش لازم ياخد لون. اه ما لازم ياخد لون. لا يلا يلا هاي منغطيها. دغري دغري ضربة واحدة. شاف انطوان مخيف عن جد، مخيف حبيب القلب. مبسوط معي؟ مكيف والله عن جد حبيب القلب. وانا حدا بحب يطبخ يعني. ليك هاي الفاصوليا بس ما بتزبط معي ولا طبخ. بشربك شو ريحتها، بشربك شو ريحتها. الله الله. لا عن جد شيء رائع، شيء واو عن جد، شيء واو. شفت ريحتها شو؟ هلا هون في كثير ناس هاي ما بيعرفوا يسووها. هي البصل بس يصير هيك دبلان، بحطوا دغري الطحينه فوق منه مع الحامض. هذا الشيء غلط، ببطل يستوي. بنحط مي، هل يتعلموا شوية مي قبل ما تحطوا طحينة؟ بتحطوا مي لك قديه؟ شوي صغيرة، ماشي نتفة صغيرة. ايه وبنرجع منغطيها، منغطيها للطنجرة. ليه؟ لا تطلع مية البصل. لا تطلع ليستوي البصل. ليستوي البصل، شفت كيف؟ هلا ما بياخد لون، بطل ياخد، بطل ياخد لون. وقفنا هون بس نذكر انه انا حطيت زبدة، رز مغسول حبي طويلة ومنقوع نص ساعة، حطيت معه نص كمية الحمص، لازم تكون نص كمية الحمص مع الرز. والمي اللي حطيتها مش مي عادية، مية اللحم، هيدا مية اللحم هون. وبعده اللحم عم بيكمل نضجه مع المواد العطرية. هون عندي البصل، هون عم يستوي على النار. وهون عندي الفاصوليا. ما لازم نحركهم للفاصوليا؟ بلا حركهم، حركهم شوي. حركي حركي وحدة. ها
هلا منوس هوش على التحريك الحلو بس كرمال ما يلزقوا تحت. ايه برافو برافو والله عم تساعدها لا ماما ايه. انا بطبخ بالبيت يا شاف. خلص وهلا من هلا ورايح عم بمزح اطبخ العرسان لك العروسات اكيد اكيد اي عروس بتحب تتجوز عريس بيعرف يطبخ بيطبخ انا جاهز جاهز شايف هون البصلة يلا هلا اجى الشد كله مسح كان اوف قلت لي شو في لا جيب لي كفوف لهذا؟ ايه الله يستر هاو الكفين بنبلش نسوي شو بدنا نشتغل بالكبه ما هي اسمها كبه عربيه ركبنا كل شيء على النار بعد في الكبه اجى بخو ان شاء الله يكبي ايه وفي ما نحط يلا قبل منا فينا نبلش بالموز بنطي ثلاث موزات وتخلي اثنين ده الموز مع الكبه بدنا نحطه يا شاف ايه مش هيك الموز مع الكبه لكن اول طبخه موز مع كبه مع كبه يلا هون نوس النار هون نوس النار هون نايس النار وهون بدك تنوس النار لكن على البصل اوه شف عن جد ما يعني يلي عم بيشاهد ما بيعرف قد ايه الريحه طيبه عن جد شيء عن جد عن جد شيء مخيف واو هلا بنحط شويه حليب هون شويه حليب وبدنا نحط للحليب موزتين نهرسهم للموز ولا لا لا بنحطهم نطبخهم وبعدين بنهرسهم ايوه ناخذ اتصال قول الو 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 بونجور اهلا بونجورين تفضلي مين معنا معك امل شميطلي من امل شميطلي من المانيا من فرانكفورت اهلا وسهلا فيك يا امل تحياتي لكل المحترمين كان حلو تسلمي تسلمي ثانك يو ثانك يو بحيي ضيفك كان حلو ويعطيك العافيه اهدى شيف عم تعمل اطيب اكلات ذكرتني بالوالد الله يرحمه والزمن الجميل اكلاتك هالطيبين وانت مزيو كثير يا شيف الله يرحمه الله يرحمه تكون نفسه بالسماء وتضلك بصحتك تضل بخير انا بطلب منك طريقه المفتة اذا بتريد شهيتونا تكرم عيونك هاتك بيروتيه من بيروت انا امل شميطلي جوزي محمود الكردي من فرانكفورت انا حكيت قبل مره ايه؟ معك بتتذكرني بلا بس انه اساسا من بيروت انت الاساس وبدي سلاماتي وتحياتي لاخواتي كلهم بشرى وسهير وسوزان وفريات ولغنية الترك كمان هديك على المرة عطبت علي أبي ليه ما سلمت علي غنية الترك يلا أنا نحن كمان من حي كل أهل بيروت وتحياتنا لكل الجالية اللبنانية والعربية الموجودة عندك بألمانيا هودي بنعملهم هون كمان ندور النار عليهم هلا بس يغلوا شوي معهم نطحنهم بالقلي الكهربائي بالبلندر هلا هون هي البصل استوى جيب لي هول اقول لك وهيدي ملقعتهم يلا حطهم ايه نزلهم كلهم 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 ما تخاف ما تخاف كلهم كلهم هاي الكب الارنبيه بننزل بعد كل شيء معلق ها ما بنخلي شيء يلا خذها عمل معروف على الجالي عن جد شاف قد ايه حريص ما بتترك نقطه بالصحن طب هي الاصول ازاي هون بدي اترك شوي وهون بدي اترك شوي بيطلعوا طبخه بيطلعوا طبخه وراح كميات هلا بنغطيها هيدي ما بنحركها هلا مع البصلات هي لا لا هيدي مع البصل ما بنحرك لا خلص هي اخذت حركت انا وهي الرز بعدين له على نار كثير خفيفه بس مش قادرين شو بنعمل يلا هلا ني اجى الجد كنا بالمزح خير هون بنحط شويه مي لبست كف ايه لبست 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 كف ايه؟ ايه لبست كف اه لبست كف ايه؟ لبست كف اه لبست كف لبست كف لبست يا شاف طيب يلا هلا مرحلة البخوش بدنا نبخش الكبة لبست كف؟ ايه ايه لبست اه طيب هاي الكبة من بعد ما ريحناها 10 دقايق للكبة نعمل هيك اوكي بالماي او بالزيت هلا بدك تقول لي ليش الكبه فاضي من هلا بقول لك انا عادة كل المطاعم والاوتيلات الكبه هيك بيسووها فاضي بالبيوت بيسووها محشيه صح بس بالبيوت ما بيحطوا معها لحمه
بالمطاعم بحطوا، والاوتيلات بحطوا لحمه، طلعت هي زيتها. ايوه يعني انت شو حتعملها؟ انا مع لحمه، لك وين اللحمه؟ مع لحمه. اوكي يلا نعمل هيك. اوكي نرجع نصير نسكرها شوي شوي من هون. نعملها هيك. اوكي. يلا بلش. هيني كثير الخبرية. هيني كثير، يلا. كثير هيني. هدي هاوي الكمية. حط شوية ماي قلنا. بكر تعملها هيك قبل. تاخذ بعضها، ايه بعد اعملها مشان ما تفسخ معك. شو بتحب الكبة؟ تاكل كبة أرنبية أو كبة لبنية وهي بتعرفش تقرص. هلا كلها بتضرب عين عليك. هيك اولاد؟ ايه بتعرف وبقرص كبه كمان. ايه شو بالك بعد احسن من هيك؟ احلى تقريص كبه، برافو. شوف لي شاف لك لحد هلا منيح. اول مره بقرص كبه بحياتي. يلا امي عندها مكنه بالبيت. متوقف مع محطه اعلاميه ومنتابع حلقتنا عبر الجديد. منتابع حلقتنا عبر الجديد مع احلى ضيف. احلى عبلة حبيبي يا شيخ. حبيبي يا احمد والله مالك. انا عندي تلاميذ بيقطع السنين الاولى كلهم ما بيعرف يقرصوا. انت اول لقطة اول مرة بقرص كبة بحياتي. برافو برافو عليك، برافو. كل الطالبين الجواز شوفوا احمد، شوف بالقليل كبة صار يعرف يقرصوا. بقرص كبة. شو بعد بدكم؟ وبعدنا طلبته ما حدا ركض لي عن جد. للمدام اتصلت وبدها الرز، الرز بشكل عام رح اشرحه. ممنوع نحركه بس نحطه يغلي على النار، ممنوع ولا سبب من الاسباب، ممنوع. لحتى اذا نسيتوا تحطوا ملح، لك لحديت وين؟ حطوا الملح رشوه على الوجه وخلص. بده 22 دقيقة على نار خفيفة الرز. نرجع. ممنوع ننقعه بمي سخنة بشكل عام. بدو نقع بفس قبل نص ساعة رز الأمريكاني والرز المصري. والمصري والتلياني بيمشوا بربع ساعة، الأمريكاني نص ساعة مي عادية. وبنرجع. شو أنا أحمد هذا؟ قصة قصة والله قصة. بنتركه على نار خفيفة، بدنا نضيف له على طول مي مغلية. اللي عم بيساوي سوشي بحط له مي مسقعة. نحن عم نساوي طبخ، بالطبخ بده مي مغلية أو مرقة مغلية مثل ما ضفت أنا هلا. وساعتها لكل كباية من الرز المصري أو الصيني أو التلياني بدها كبايتين مي. البسمتي كبايتين ونص، الأمريكاني في أجناس كبايتين ونص وفي أجناس ثلاثة، بس بشكل عام بيطلع معنا على 2.5. فيكم تعملوها. انا طمنت بالي عليك، بعد عندك وحده بتكملها. انا حجي لهون، هون عندي الفاصوليا خلصت، انا شيلها على جنب. هلا بعد شوي بتسكب لي اياها انت اكيد. سكب عليك كمان اكيد اكيد. شوف مازال قرصت كب يعني ابضاي. شو هيك بسكب وبزين الصحن كمان كمان حتشوف شيء هلا رائع. هيدي بنشيلها من هون بنحطها هون. هاي الفاصوليا بالزيت خلصت. يلا وهلا ني هون حطينا الحليب وموز بدنا نطحنهم. وشوف لي المكونات اذا بدك شو تحب تقرا شيء اقرا. كبه ارنبيه هلا عم نحكي عن الكبه الارنبيه. شو بقلبها؟ 500 جرام لحمه راس عصفور، 300 جرام لحمه ناعمه، 200 جرام برغل ناعم اسمر، بصله صغيره للكبه، بصلتين حبه وسط، كوب حمص مسلوق، وعندنا كوب طحينه، وحبة ليمون بصفار، حبة ليمون شموطة، وحبة ليمون موردة، وحبة صغيرة جريب فروت. هول تكوين الكبة الأرنبية. يلا بشيل الجلافز شاف؟ إذا خلصت إيه بعد في شي كبة؟ لا خلص. أنا شايف في كبة بعد. لا يا شاف. خلصوا؟ خلصوا خلص. برافو. بدك تجيب لي عوينات صرت. هون عم نطحن الموز 3 حبات مع الحليب.
هلا بدي اعطيك جوز بوس كف واحد. يوه. كف واحد باليمين مو المعروف. نقي لي شو 10 حبات جوز كبار كاملة تكون نص كامل. نص لزيني يعني بس لزيني. هول اشلك يوم من دربك حبيبي انت. يوه. اشلك يوم من دربك. نقي شوي حلوين ل بنحط على الحليب السكر. بنحط نشا الذرة. بنحط الكريمة السائلة. هان عم نساوي قشطالية بالجوز والموز. ما بده كريمة في ما يستعمل بس هي اصولا بدها. بنحركهم بشريط. يلا بقدوا هول. وبناخذ اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا مرحبا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر خير الله. مين معنا؟ معك يوسف سفير من الزوق. اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. شو بتحب تستعلم حبيبي؟ انا في شغله مره كنت ببيروت اكلت شغله بمطعم. نعم. عرفت شو هي، عملت مثلها بالبيت بس بعد ما قصها لمسة، فحبيت استشيرك لك انت بهذا الموضوع. يلا شو هي؟ لحمة على الطريقة المكسيكية بحطوا لها صويا صوص. نعم. بحطوا لها حر. نعم. وفي شيء بهار بحطوه لها بيعطيها نكهة تانية بتتاكل مع بطاطا. في بهارات مكسيكية هي لها هيدي. بحطوا لها خردل، حتطلع لها خردل. ايوه يمكن هذا الخردل. بدها خردل هاي. نعم. كمان الخردل بس تضيفه وبهارات مكسيكية بتطلع معك كثير طيبة. هيها بس ميرسي كثير. خاطر عيونك حبيبي. شو هالرز؟ شو هالرز؟ لا الرز بشهي. شايف عندي سؤال. نعم. في البطاطا المنفوخة. نعم. تعرف شو طريقتها؟ نعرف وشرحناها. أو كيف ينفخوها؟ أول شيء هيدي في شغلة كتير مهمة. بده يكون عندهم فريزر 52 تحت الصفر. البيت الآني عنه 24 تحت الصفر. وبدهم زيت يستعملوه القلي، مش زيت، زيت مع سمنة وشحمة ومع بعضهم. أيوة. بصير يتحمل حرارة 350 الزيت. هلأ كل الزيوت، زيت الزيتون على 139 ببلش يحترق، زيت الذرة ودوار الشمس على 220 ببلشوا يحترقوا، زيت القطن والنخيل بيتحملوا شوي زيادة على 230 وقفنا هون. أما هيدا النوع من الزيت مع الشحم بيتحمل 350. بدهم يجيبوا البطاطا يقطعوها شقف عريضة شو سنتي ونص، يحطوها بماء 4-5 ساعات ويغيروا لها ميتها، بيحموا الزيت على 350 وينزلوها فيها. ايوه. 4 دقائق 5 دقائق بيشيلوها، بيفرشوها على صينية على فريزر 52 تحت الصفر لتشد بسرعة، وبتضلها بالفريزر لوقت اللي بتيجي طلب ليطلبوها. بس تنطلب ترجع بتنزل بنفس الزيت تنقلها. يعني ما بتنعمل بالبيت هاي؟ ما بتنعمل. ما بتنعمل. ما بتزبط. هون عم نحرك. بدك حرك عمك؟ يلا تعال ساعدني شوي. يلا. هون لك الروايح لك. هلا الرز كل شيء له ملعقة. صح. هي هيدي اللي قلها بس اجى عليها نتفة صغيرة حليب. آه. منغير ملاعقة كتير. الجديد جابي قد ما بدي ملاعقة. قد ما بدك شي خد ملاعقة شيف. كمان بعد بنحط معها بعد ما عندي شوي من بوس فاير منضيفهم لقلها. هلا في كمان بحطوا معها موردة ليمون. اذا في حال ما كان في بوصفار. لا بدل بوصفار. ليمون يتقفى عندي بحطوها بتعطي لون هيك غير لون شوي. كمان ملعقة كطعمة بتضل. ايه الطعمة هيك كلها. عندي سؤال هلا بالكبة الارنبية في شيء قال بينطروا ليفقس السارج. ايه هلا بيسفرس. بيفقس السارج؟ ايه هلا هي بالمفتقة اكثر. بالمفتقة. هلا بنشرح المفتقة ونشوف السارج. جيبها الحمصات حطهم هون.
نزلهم. برافو، شو هالحمص طيب. هلا حطيت ملح هون؟ لا لا، هون ما حطينا ملح. برافو. كمان بدك تقول لي ايه؟ لا لا، حط ملح، ما بدي لا بهار ولا قرفه. هيدا عم تبلش تشد. بس توصل بهالمرحله شوف عم تبلش تشد. شو بنعمل؟ خفف النار. موارد؟ موارد. مظاهر؟ بالاول ما بنحطهم. مسكي؟ هاي المسكي اللي شفتك جبتها. ومنحرك. هون بالملعقة بالشريط مع شبنا بدنا نسويهم. وناخذ نقول الو، ناخذ اتصال. الو بونجور. الو بونجور شيف انطوان. نعم. يعطيك العافية إلك ولضيفك. تسلمي، كلك زاوية عيوني. وحياتك، عندي سؤال صغير ممكن تفيدني فيه؟ منكبره. تكرمي. الو. ايه تكرمي، يلا. ايه بدي أعمل بامية بس مفرزة. كيف بدي أطبخها؟ برافو عليكي، هذا أجمل سؤال عندي. يعني. ايه بتستوي اللحمة بالأول. الو. بتقلي البصل. نعم. بتقلي البصل. بتقلي الثوم معها. ترجع بتقلي الكزبرة الخضراء، بتحطي اللحمة، حطي ملعقتين طحين، حركيها، ستوي اللحمة. قديش بدها؟ إذا كانت غنم عم تطير بقى الساعة، إذا بقر ساعة ونص ساعتين. شو يعني ستوي؟ تستوي اللحمة. بدها تستوي اللحمة. من بعد ما تستوي اللحمة تتأكدي إنه استوت، شو بتعملي؟ بتجيبي البامية المجلدة، قصي الكيس أو أنت مجلدتيها، نزليها دغري فورا. حركيها معها، عيري الساعة. بس تبلش تغلي 4 دقايق للخمس دقايق. حطي معها عصير حامض وأطيب بامي بتطلع عندك. لك ذوق، ميرسي، يعطيك تكرمي. أهلا وسهلا. تكرمي عيوني. يلا، تعا ساعدني. يلا. نزل لي هيدي هون. شوي 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 شوي. رق رق رجع رجع رجع. انتهينا. في شيء اساسي ما عملناه بعد. ايه بتصير يعني. رجع رجع رجع. اعطيك ملعقة خشب. برافو، نزل لي اياها كلها. الجوز يلي عنا هون بنطحنه بالآلة الكهربائية. منشيلها للمكنة. وين رحت وين رحت؟ عم حطها بالجلد. اه بسيطة خمنت في شيء. يلا حط لي الجوزات فوقها، امر معروف. حركهم. يلا حرك. منضيف لها شويه حليب بعد. حرك العيار زيته. رجع دور النار. حرك. هون عندي الرز لحركه لشوف وين صرنا. اوه الرز حبه بحبتها. ليك شو حلو. واو واو. بتوقف عم حط اعلانيه ومنتابع حلقتنا انا وخينا احمد عبلة عبر الجديد. منتابع حلقتنا انا وخينا احمد عبلة ملك الساكب. انا هون عندي مي. حطيت بقلبها مواد عطرية. بحط ملح. وبجيب الكبة. وبسقطها بقلبها. سكوب 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 كلها كلها. مش هنخلي شيء بالطنجرة. اكيد اكيد. ضيوفنا بدي يشوفوا كل شيء مرتب. اكيد اكيد اكيد.
وهيدي الكبة بننزلها بالماي، ممنوع ننزلها بقلبها دغري. في كتير ناس بيقولوا لي طلعت زنخة، أكيد بتطلع زنخة. بدها دغري تنزل هون. شو هالجات الحلو، شو هالجات الحلو. هلا بهالوقت انا يحصفي اللحمه وجيبها بطفي النار هون. شايف بطل فيه ولا حبه فاصوليا؟ هل بدي هيك؟ خلصت. شو لمين تركينه؟ للجيران. شو هالفاصوليا الحلوه هدي، امسح لي اياها ضربي يا، وحط لي الجات هون بالاول. امو المعروف ما بده زيني ولا شيء، زينته منه فيه مزين هو. هاي هو زينته منه فيه هالخضره. هاي اللحمة منجيبها مننقي، حطه هون شاف؟ حطه ايه عندك هونيك بالاول. بالاول يلا. طب يلا ما بيأثر، بعدين بنسوي. وهي المسكبة ياي 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 ياي، شو حلوة هيدي هي. يلا اتركها خليها تبرد. نتركها بهالوقت. حقطع موز للتزيين. يلا برافو، قطع لي الموز. يلا برافو. لابس كفوف؟ يلا هاي الطاولة يوقع هيك هيك. يلا بطفي النار هون. هاي المي عم تغلي. هلا بدي نقي اللحمة. أنا لابس كف. أنا لابس كف. هاي اللحمة نظيفة، اللحمة مع مواد قطرية مسلوقة خالصة نظيفة على الصلصة. هالإكراف حب ينزل معها. كمان شاطر بالموز. شاطر الموز لعبته. الموز لعبته. يلا فرجيني لعبتك. هلا هلا بدي اشوف اللعبة كيف. انا ولا لا شقفة حبة من اللحم نشيلها، كلهم بدنا اياهم لانه اللحم مش حاشين. شو مش حاشين؟ كبة. بدها لحمة معها. هيدي خلصت. منجيب جات منحط فيه شوية ماي ومناخد اتصال. الو الو بونجور شيف. بونجورين. يا اهلا وسهلا معك مازن. اهلا وسهلا فيك خي مازن. بدي اسال شيف، كنا عم نتابعك نحن، انا اساسا مغترب كمان بافريقيا، لو بتشوف المغتربين برا شو بيحبوك. تسلم، سلم لي عليهم كلهم. طول عمرك. في شيف كنت عم تقول حضرتك عن الباميه قبل شوي. نعم. عم تقول عم بتحط للحمه معلقتين طحين. نعم. مشان شو الطحين؟ مشان ما تطلعش تطلع الباميه مثل الشوربه. اه مشان ما تطلع الباميه مثل الشوربه، بيتخطر فيها الطحين، بيخطرها. وفي شغله تانية شيف اذا بتريد. نعم. رز بحليب انا بحبه هيك شوي مري وشوي مش ابيض هيك، يعني مايل للصفار. كيف طريقته هيدا؟ فينا فيه عزبك حط عادي صفرة معه. شفت شو 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 شاطر، حط لك عادي صفرة. اه حط شوي صغيرة هيدي صفرة، مش كتير، نتفة صغيرة. اه بينحط له عقدة صفرة؟ أكيد. هو الرز بحليب أصولا لا ما بده عقدة صفرة. اه بس إذا بدك إياه لون أصفر. لا مش أصفر، من هيدا اللي مش الحليب الأبيض الأبيض، يعني اللي شوي مايل هيك. طب ليك أنا أحل لك إياها. خلاص حط الحليب. ايه؟ بس يبلش يغلي، عير خمس دقايق واغليه على نار خفيفة، بيطلع معك أصفر، بيمشي حلو. اه هيك يعني. إيه يلا تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. ممنون. بخاطرك حبيبي. وهذا الرز عنا، الارنبي صار جاهز. لك شو هالموز الحلو، شو هالموز؟ قلت لك لعبت يا شاف. شو هالديكوريت هاي؟ قلت لك لعبت الموز يا شاف. شو هالديكوريت هاي؟ انا كان لازم ادرس فندقية. خلص يلا انا بفوتك. خلص لا يهمك. هلا بدنا نسكب الكبة أرنبية.
بس قبل شو بدي اعمل؟ بدنا نتاكد من الكبه، نشيلها ونضيفها لها. شايفين هالكبه بدها تنسلق، ولازم نعير الوقت دقيقتين ثلاثه تغلي. ما فينا هيك بلا ما تغلي. انت غشكل مظبوط الموز لعبتك. يا شاف شو يلا خلص بزياده. لا حرام نكبهم يا شاف، حرام خليهم نحطهم هيك طبقه ثانيه. يلا هلا بعد في عنا شغلتين، عنا الجوز وعنا الفستق الحلبي. خليه يبرد شوي، يبرد شوي هات لشوف صار. يلا بيمشي بيمشي الحال، تسلى فيه وانت على مهلك عنا يعني. شايفين هلا هيك الكبه ما بتزنخ ابدا، ممنوع الزنخه تكون موجوده. ليه؟ حاطين معها مواد عطريه، حرجع فرجيكم لك وين المواد العطريه، وغلينا المي فيها لانه اللحم بيعطي زنخه، اذا ما بعطره انا ما بيطلع طيب. لك شو هالجاد؟ شو لك هالجاد؟ شاف بعد ما شفت شي يا شاف. يا احمد بعد ما شفت شي يا شاف خربت لي بيتي يا حسن. طالبوا فيك بكره ببطلوا ياخذوا الشيف انطوان. شو هي؟ هلا روح شوف لك شو هي؟ شو هالابداع؟ شوف لي الفستق الحلبي هلا. ابداع كثير هذا مش شوي. هاي اللحمة هون عم تغلي، البصل، الحمص، بالكبة الأرنبية، استعملنا خمس أنواع من الحمضيات. يا حرجع عيد شغلي، يلي ما عنده الخمس أنواع من الحمضيات بشكل عام، الأوتيلات الخمس نجوم أو المطاعم خمس نجوم بيستعملوا عصير البصفير وعصير الحامض. في حال كان البصفير مش بموسمه، برجع بقول بيستعملوا ملعقة مظهر، المظهر بتغني عن لك شو هي؟ لك تحفة فنية هاي. بشرفك شوف لي. لك تحفة فنية. بشرفك شوف لي. لك تحفة. حطوا لي اياها هون هون. بشرفك. يلا بس عشان ما وصلوا. خلي شد بعد، خلي شد. يا ويلي. هاي الكبة بنشيلها على مصفاية. وعم تغلي. لا لا حطوها على تحت تحت عندك. يلا وهيك هيك رحت لهونيك وسكرت علي الكاميرا. جيب الفاصوليا وبرم فيها من هون، حط لي اياها هون، مول معروف. ممنوع تسكر الكاميرات. ولا عم يحضرونا على الجديد. هون، خلي لي مجال لهي، بس هي هي. هي هي شو الفاصوليا. هيك الكبة سلقناها وراحت الزنخة منها كليا. قلنا بدها تغلي دقيقتين ثلاثة أقل شيء. نرجع. بنجيب ملقط. لك ريحة الكبة لك. شايف شايف؟ منحط الكبة منسقطها مع المغربية. شو أي مغربية؟ مع الأرنبية. مع الأرنبية. عم شوف إذا عم تلاحظ معي أو لا، بس عم شوف أنا، ولا منك هواية، صار عم تلاحظ. هاي تبعيتك. مثل الموزة طالع. عشان هيك ما عندي قصة عشق مع الموز. هي 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 لايك لايك لايك. أطيب شيء يا شاف الموز، الموز الصومالي. لا صايم 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 معك حق، كمان عم بفحصك. يلا قول ألو. ألو ألو بونجور. أهلا بونجور، شو الاسم؟ هنا جابر. هنا كيفك ست هنا؟ فزعت على المرأة. كيف احوالك؟ خبريني كيف الاكل عندك؟ غير شكل غير شكل، ما بحضركش بتلاقي الا هذا الاحد. بس عم تشتغلي؟ ايه موظفه. يلا الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس اذا كنتي بالدوله يعني مش عم تقبضي شيء، عم تقبضي قليل. يعني شو بدنا نعمل؟ شو بدنا كلنا نكمل هالحياه. هالحياه بدها تكمل، معك حق. شو بتساعدك؟ بدي بس تعدل مكونات القشطه بالموز.
يلا بتعرفوا الصليب الموت. اكيد 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 مدام هنا اكيد. يلا بس انا كثير يعني بكرك مهاتره نهار الاحد. تسلمي. يلا اشتريه بالجوز والموز. اول شيء لتر حليب، 300 جرام سكر، 6 ملاعق نشا كبار، 5 موزات، كريمه سائله نص كبايه، شويه مسكي، شويه مظاهر، شويه موارد. تحركيهم 3 موزات بتحطيهم مع الحليب، بتهرسيهم شوي خشن. بعدين الجوز بتشيلي شوي للزينه، بنفرم الباقي على الآلة الكهربائية، بينحطوا كلهم سوا مع بعضهم، بيتحركوا على النار، بيشدوا، بنسكبهم بهالطبق، بتجيبي أحمد عبلة بزين لك اياهم، بزين لك اياهم وخلص هيدي هي بتكون. هلا بنسكبها لك شو حلوة. بننتبه بنكسر الكبة كمان، بنصير نفتح طاقة وبنصير ننزل الكبشة لتحت. ايوه اوكي عشان ما يتكسر الكبة. ايه لكن اللحم لك شو اللحم؟ شو هالافطار بدنا لحم صح، كل النهار صايمين بدنا باور. بدنا باور. برافو. نحن عم نسكب الكبة عم نتوقف عم حط علنية وبنتابع حلقتنا عبر الجريد. بعد ما حطتنا الإعلامية أنا بكمل سكب. شوف أنا سهرت بالمهلبية. هز اللي يلا شوف هزه شوف كيف صار. أوه جمدت 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 شدد جمدت شدد قصة 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 طالعة. لك شو حلوة. واو. وهيدي تنزل هون فاضي ميلتها. شفت كله بدنا نشيله ما بنخلي شيء. تخيلوا بصلة وحدة ما بيخلي. يلا يلا تينا عنك. يلا والله برافو تينا عنك. يلا برافو. نمسح طبقنا. تينا حطه مع اخواته. حطه هون مثل هيك مع اخواته. تعال هون نزله هيك مثل ما هو مثل ما هو. ايه برافو مع اخواته. هلا صارت الفاصوليا بالزيت لواحد لكن هاي الكبه الارنبيه وبتتحلوا اخر شيء بالمهلبيه. يعني عاملين لكم اياها نحن على القافيه على الاشطليه. على الاشطليه يعني بتاكلوا كبه ارنبيه وبتحلوا مع اشطليه بالاشطليه وبالموز والجوز. بالموز اهم شيء الموز والجوز. يعني نرجع نعيد، فاصوليا بالزيت اكل كتير طيبه مميزه، الحر فيها الخفيف هو بيعطيها كتير طعمه طيبه لإلها. هلا اللي بده حر اكثر بيستعمل، انا كنت بدي استعمل مع قرن فليف اللي حرة ما توفقوا فيه ما اختلفنا تستعملوا، وخصوصي بنبسط انا هيك يصير لنستعمل اما سائل الحر او بودرة الحر لطفة صغيرة ما بيأثر وطيب كتير. هون سوينا كبة ارنبية، اهم شيء نكسر الطحينة بالماء هون مهمين لإلهم. تاني شغلة انه وقت اللي بدنا نحط الكبة ممنوع حط الكبة دغري فوق الطحينة. ممنوع ابدا ولا باي شكل مسموح، منشان نزلها مع ماي مغلية وملح، حط معها شوية مواد عطرية بعطر الماي، نزل الكبة بسلقها فيها وهيك من بعد ما اسلقها بتعطيني نكهة كتير طيبة بتصير موجودة. شاف قبل ما تكمل بس بدي تقلها لماما انه ما بقى تقلي الكبة لما تعمل لي كبة بلبن لانه ما عم تقتنع مني. بشكل عام بشكل عام بتمشي الكبة مقلية بس 30% 70% يفضل السلق. السلق والسلق يفضل انه نحط كمان مواد عطرية مثل ما عملنا هون، حيالله مواد عطرية متوفرة بالبيت، نغليها ونسقط الكبة تبع اللبن بقلبها كمان 3 دقايق تستوي اللحمة معنا وساعتها منضيفها على اللبن. هلا امك عم تقليها مشان بتسلخ معها بقلب اللبن صح كمان صح. عن زكا يعني بس هي اصولا لا مع سلق مع سلق مع سلق وهذيك بتمشي معها 30%. الحمص اللي موجود بالكبة الأرنبية لازم نقسمه اثنين. ليه؟ لأنه مع الرز بيعطي شكل كتير حلو. منحط نصه مع الرز ونصه منخليه مع اللحمة والكبة. هلأ في ناس بالكبة الأرنبية ما بيحشوها. ليه؟ قلت أنا السبب. لحتى بالمطاعم عم نستعمل لحمة قطعة فيها نص كيلو لحمة. يعني لو بدي أحشيها أنا تنحشى ب 300 لحمة. أرخص. أرخص أقل. وهون سوينا أشطلية بالجوز والموز، استعملت معها كريمه انا عملتها على اصولها، ما بده يستعمل كريمه، في ما يستعمل كريمه وبيكون كل شيء مليح.
هلا من لا لا في شيء نسيته شو؟ انه اخر شيء التزيين مين عمله؟ احمد عبله. احمد عبله وعنتر. وين عنتر؟ وين عنتر؟ عنتر تركته بالبيت. تركته بالبيت. برافو عليك. هيك بيكون هيك بيكون برنامجنا الشيف انطوان عنا على الجديد. عملنا بكره ضيفتنا آية ابي حيدر بحلقه جديده ومهضومه كمان مثل خينا احمد. ترونا على طول الساعه 12 للوحد ونص. منقلكم صوم مبارك وافطارا شهيا وباي باي. انا واحمد منقلكم باي عبر الجديد.